السلام عليكم. اليوم في الشيوات ام مويد ان شاء الله راح ندير لكم دي كاب كيك، لكن على شكل لا فوغي نوار. لكن حنا نديرهم دي كاب كيك صغار، يجوا بزاف شابين ويجوا بزاف بنان، راح يحبوهم بزاف ولادكم، حتى ولا جاكم مضياف يعني حلوه يعني بريزونطابل. واش راح نحتاج في هذه الوصفه؟ راح نحتاج الحبات تاع البيض ثلاثه، لو بلون درتو لهنا الابيض تاع البيض، والصفر درتهم لهنا، يعني ثلاث حبات تاع البيض. يعني حنعطيكم هنا القيس بالغرام وبالكاس. واش راح نحتاج؟ ثلاث مغارف كبار تاع الكاكاو اون بودغ اللي يكون تغربلتو، حوالي كاس تاع السكر، حوالي كاس تاع الفينه. الكاس يفد 240 مليلتر، يعني صبت القيس تاعهم حوالي كاس اللي هو 100 غرام تاع الفارينه، حوالي نص كاس تاع السكر اللي هي 90 غرام تاع السكر عادي 90 غرام، واحده خميره الحلوه 50 غرام تاع لا مارغارين دايبه، يعني كتقيسيها بالمغرف حوالي مغرف ونص، يعني قبل ما تذوبيها حوالي مغرف ونص تاع لا مارغارين. نبداو بطريقه التحضير مباشره. اول حاجه راح نديرو هو نطلع لي بلون دوف تاعي، اذا ندلو قرصه تاع الملح باش يطلع لنا. اذا نطلعو بسم الله. اذا هنا يعني طلعت لو بلون دوف تاعي، نخليه على جهه من بعد نعاود نرجع ليه. واش راح ندير؟ نحكم هذاك لو جون تاعي، ندير عليه السكر اللي هو نص كاس السكر اللي هو حوالي 90 غرام تاع السكر، اللي عندها الميزان تقيس بالميزان. هنا ملاحظة فقط، هنا راني شعلت الفرن، شعلت الفرن يعني قبل ما نبدا نخدم في لي مادلين تاعي او لي كاب كيك تاعي، شعلت الفرن على 180 درجة قبل ما تبداي تخدمي. شعلي الفرن تاعك، اذا هنا راح نزيد الزبدة تاعي دايبة. لا مارغارين دايبه تعطينا واحد لو كو، يعني لي موسكوتشو لي كاب كيك، ولي ما تحبش المارغارين تقدر دير الزيت اللي هو نص كاس تاع الزيت، هنا لك الاختيار. لكن لا مارغارين راح تمدنقو يعني تجي بزاف بنين. كيما رانا نشوفو الان نكمل الخدمه تاعي بلا سباتول. هنا نزيد الكاكاو. هنا ملاحظه فقط، حبيت نعلق على الاخوات اللي يكتبوا لي تعليقات في الفيديو، يعني هذه ماشي هكا، ولا هنا تخص لي زارب، ولا هنا تخص الحشاوش، ولا تخص العقاقر. انا هنا يعني ما ناش فلاسيون اكزاكت، هنا راني نمد لكم وصفات نعطيكم الفكره، وكل واحد يدير واش يحب، لانه كل واحد والذوق تاعو. انا نعطيكم يعني الطرق يعني اللي تجيكم بنينه خاصه المبتدئات، لكن اللي ما فيني طيبو تقدري ديري واش حبيتي، تقدري تزيدي يعني اي حاجه حبيتيها تقدري تزيديها، فقط حنا نمدوا الافكار فقط بهذه الطريقة. ندخل هذاك لو كاكاو تاعي مع لا ليفور، ونزيد لهم هذاك حوالي كاس تاع الفرينة ماشي معمر، اللي هي 100 غرام تاع الفرينة، اللي عندها الميزان تقدر تقيس، واللي ما عندهاش دير بالكاس حوالي كاس، يعني ماشي معمر حتى للفوق. اذا نخلط هاد المقادير مع بعض. ونبدا نزيد في لو بلون دوف تاعي غير بالعقل، وندخل فيه في العجينه باش يجينا خفيف، هذاك العجينه تجينا خفيفه وتجينا هشيشه. بسم الله. اذا نزيدو الكميه الاولى،
نخلطوه غير بالعقل ونبقى نزيد في لو بلوندوف تاعي حتى نكملو كامل. باش تجينا العجينه تاعنا تجينا خفيفه اذا هنايا راني دخلت كامل داك لو بلون دوف ودائما نخلطو من التحت للفوق. شوفوا العجينه جينا كيما لاموس كيما رانا نشوفوا بهذه الطريقه. الان واش راح ندير؟ انا هنا عندي مول تاع لي مادلين ولا تاع لي كاب كيك درت فيهم لي كيسات ونبدا نعمر نعمرو ثلاث ارباع يعني نخلو الربع الفوقاني ما نعمروش باش كي يطلعوا يجونا هذيك هي. بسم الله بهذه الطريقه. ودائما ننصحكم يعني الحاجه اللي فيها الكاكاو كي طيبوها في الفلوفو يعني ما تخلوهاش تطيب بزاف يعني حتى تنشف يعني غير طيب لانه مش راح تاخذ لون لانه فيها الكاكاو. غير تدخلي لو كوردون ولا الموس تاعك يخرج ناشف نحي الحلوه تاعك من الفوق تاعك باش تجينا يعني هذيك البنه تاع الكاكاو يعني ما تتنحناش ويبقاو لنا طريين في الوسط. اذا انا حنكمل نعمر كامل لي كيسات تاوعي وندخلها على الفوق 180 درجه باش تدينا الوقت حوالي ربع ساعه فقط ولا يطيبوا ونعاود نرجع لكم فيما بعد باش نكملوا التحليه تاعنا يعني الحلوه تاعنا نعتبرها تحليه ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنايا راهم طابوا لي مادلين تاعي او لي كاب كيك تاعنا ها هما ديروا لك حوالي 12 حبه كما قلت لكم ماشي شرط يحمروا ينشفوا فقط يعني غير دخلي الموس حوالي ربع ساعه 10 دقائق 12 دقيقه حتى ربع ساعه يوجدوا. هنا راح نبداو في العمليه تاع التزيين تاعهم. انا واش راح نزينهم هنا التزيين ما نديروش الان حتى يبردوا تماما لي كاب كيك تاعي نخليهم حتى يبردوا مليح نخليهم على جهه. في هذا الوقت نوجد لا شونتيي تاعي اللي هي يعني ندير حوالي نص كاس تاع بودره الشونتيي وندير نفس الكميه تاع الحليب يكون بارد يعني نفس الكميه تاع الشونتيي نديرها حليب والحليب يكون بارد طبيعه الحال. ونطلعها اذا هنايا راني طلعت لا كريم شونتيي تاعي نديرها تبرد ونخلي لي كاب كيك تاعي يبردوا مليح من بعد ندوزو لطريقه التشكيل والتزيين ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا راح نبدا في طريقه تاع التزيين تاعي. هامت لي كاب كيك تاعي لازم يبردوا مليح لانه الا كانوا سخونين درتو عليهم لا كريم شونتيي لا كريم شونتيي راح تذوب. هنا في نصيحه فقط انا غير نقولوا حنايا هنايا نذكروا اسم لا فوري نوار يعني الغابه السوداء واش نفهموا ان بيسكوي او شوكولا لا كريم شونتيي لي سيريز. هنا اللي يحب يدير لي سيريز مقطعين رقاق في العجينه تقدري تزيديهم يعني كي تكملي كامل الوصفه تاعك تقطعي لك لي سيريز تاعك رقاق وديرهم في العجينه حوالي 10 حبات هكذاك تقطعيهم رقاق. لكن انا ما نحبش نديرهم لانه في الدار ما يحبوش ياكلوهم راح ينحوهم بالحبه لكن نتوما لا حبيتوهم خلوهم. اذا نحكم الحبه تاع الكاب كيك تاعي ها هي لا كريم شونتيي درتها في لابوش ديرها في اون بوش ادوي ونبدا التزيين تزيين عادي يعني نزينو امامكم. انا ما نحبش نكثر بزاف لا كريم نديرو حاجه قليله فقط باش ما يجوناش ثقال. اذا هكذا نحكم لي سيريس كونفي نقسم حبه على اثنين ولا ديري حبه كامله. كما قلت لكم دائما هذه الاشياء تاع التزيين يبقاو اختياري. هنا باش راح نشبعها انايا راح نشبعها بهذا هذو لي سيريال تاع الدراري الصغار هذا الروز وشوكولا. هذا هنا تقدري ديري الفيرميسال تاع الشوكولا تقدري تحكمي شوكولا عندك يعني وتسكر في الجهه وتشبحي بها. ها هما لي كاب كيك تاعي نزيد لكم حبه اخرى. بسم الله قلت لكم تزيين بسيط لكن نتيجة ما شاء الله عليها وتجي الوصفه يعني بريزونطابل
حتى كي تقدميها للضيوف تاعك، يعني تقدري تطيبيهم تخليهم على جهه، وتخدمي لا كريم شانتيي تاعك ديرهم في المجمد. يعني الطريقه الاخرى تشبحيهم وتحطيهم، هام لي كاب كيك تاعنا. اذا راح نكمل التزيين كامل ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هما الكاب كيك تاوعي لا فوري نوار، راهم واجدين، نتمنى تجربوهم ويعجبوكم. كما رانا نشوفو ها هما، يعني ما كاش من يحبش حاجه بالشوكولا ولا كريم لي سيريس. اذا ها هي الكيفيه تاعنا واجده، نتمنى انكم تجربوها. اذا راح نقسم لكم حبه باش نشوفوها في الوسط كيفاش جات عامله. ها هي حبه امامي، نحينا لو بابي تاعها، بسم الله، ونقسمها على اثنين باش تشوفوا يعني كيفاش جا الشكل تاعها. بسم الله، تجي روعة. تشوفوا داك لو بسكويت تاعو يجي طري مع لا كريم، يعني ما شاء الله هاد الوصفة هادي. نتمنى انكم تجربوها وترجعوا لي الخبر.